مع التطور السريع لعلوم الإدارة بدأت تظهر أفكار جديدة لإدارة المؤسسات الرعاية الطبية. الأفكار دي شملت التخطيط، شملت القيادة، شملت كمان الإمداد، شملت حاجات كتير جداً، شملت المحاسبة، شملت الماليات وكمان التسويق. هنتكلم في البرنامج بتاعنا عن المكونات دي وإزاي تتعامل معاها وإزاي تقدر تتعامل مع العوائق اللي ممكن تؤدي اللي تمنعك أن أنت تنفذ التخطيط الاستراتيجي بتاعك، وتقدر كمان إزاي تطور من المؤسسة بتاعتك. معاكم دكتور عبد الفتاح محمود، المحاضر في علوم الإدارة والجودة.